القصة هذه. أنا في فترة من الفترات مريت بتعب تعب تعب، راجعت فيتامينات تعرفون المستشفيات، فجاني واحد قال تصدق، فاستمريت. تصدق قليلا مستمر ولا كثيرا منقطع، فاستمريت. فسبحان الله بعد الفترة ذي والله اللهم لك الحمد حسيت بنشاط وفقدت الشيء اللي فيني. فهذا تحفيز لهم الناس اللي مرضان اللي فيها اي شيء. يعني تصدقت بنيه. يا سلام، تصدقت بنيه الشفاء. ممتاز. وهذا طبعا شرعا يجوز، وان يكون المقصد الاول رضا الله سبحانه وتعالى، طلب المثوبه في الصدقه. ثم تجعل النيه الثانيه، يعني مثلا شاب يبي يتزوج او يبي مثلا يحل مشاكله الماليه، يجعلها نيه ثانيه، فهذا مما ايضا جاءت بالشريعه ويجوز. نعم. طب انا قالوا لي ايش؟ مرضاكم الصدقه. قالوا فيتامينات وما ادري ايش. انا بعد فتره، يمكن ما اخذت لي فتره، يمكن 3 أسابيع حولها، رجعت المستشفى لقيت اموري كلها سبحان الله متحسنه بالاحسن. سبحان الله. على اني انا يعني تعرفون الاكتئاب والامور الاسم الكريم فقدتها. متعب ثابت متعب. يعني انا ادري انك صادق والشك زايد، لكن استحلفتك بالله، هل اللي صار لك حقيقة وواقع ولا كلام إعلامي عشان القناة وغيره؟ لا والله أنا صادق. ترى اللي تقوله كلام عظيم. لي والله صادق. كلام عظيم. يعني شفاء وتبدل أحوالك بصدقة. أنا يمكنني قلتها باللعبة. أنا باللعبة ما هو موجود الحين. أسلم. يمكنني قلتها السالفة. ويجي الحين بعلمكم السالفة دي. الله. فأنا جربت الشيء ذا وإنه ما كنت بقول لكم، بس بعد ما شفت الشباب. نصيحتي لك يا متعب، دام الله من عليك بالعافية. الآن زاد أهمية الصدقة واستمرارها. اي والله يا الله، شكرا لله على اللي صار. اللهم لك الحمد. انا اشكر الله. واذا جت وقت ما معك وانا اخوك شيء، وهذا يمر علينا كلنا، يجي وقت ينحد. شفت الطيور اللي في الحارة؟ لا يعني تحرم نفسك تصدق عليهم بالماء. يا سلام. عمال يعني اخواننا العمالة اللي في الشوارع، والله اطعام القطط، بقية الطعام، تعرف في كل كبد رطبة اجر. الله اكبر. والصدقات مفتوحة، ترى في ناس ما عنده يعني المال، فليسعد النطق الا يسعد الحال، بعض الناس ما عنده المال لكنه يستطيع يتصدق باعظم من ذلك بالابتسامة والإعانة والدلالة. الله يكتبك. الله يزيدك ويشفيك ويعافيك. ما شاء الله تبارك الله، لفتة جميلة وقصة جميلة موفقة. الشيخ ناصر تجرأ واستحلفك بالله لاجل هدف عند الشيخ ناصر. صحيح. يوصل للناس، ولا هو مصدق على متعب ما يحصل، يوصل للناس بان هذا يعني كل ما ذكر حقيقي. الرجل متعب يقول انا تصدقت ووجدت الشفاء، داووا مرضاكم بالصدقه. واعتقد يا شيخ ناصر ما في بيت الا في مريض. صحيح. يعني قال الشيخ ناصر بدايه اللقاء يعني انت تصدق لله سبحانه وتعالى. فاليوم بعض الناس يقول اخي تصدقت انا لي مثلا 20 سنه فيني مرض السكر ما شفاني الله، يقول داوم مرضاكم الصدقه. رد الشيخ ناصر بدايه الحلقه وش قال؟ قال انت اعمل لله وربما الله يعني منعك من مرض اخر ربما او من كارثه.